فن مختلف يجمع بين فنون القتال والرقص والموسيقى والحركات البهلوانية. بدأ في البرازيل ووصل إلى العالم العربي والسودان حديثا. هي وسيلة للتعبير عن النفس أولا، وأداة تجسد قيم عريقة كالاحترام المتبادل والدفاع عن النفس. إنها الكابويرا. معاكم محمد من محبي الرياضة عموما والكابويرا بشكل خاص. بدأت الكابويرا قبل 6 أعوام في السودان. كانت البداية مع أحد الأصدقاء بمشاهدة بعض الفيديوهات على اليوتيوب. كانت بداية جميلة جدا، والكابويرا من العبادة المشوقة تجمع بين القتال والرقص والحركات البهلوانية. فكانت نشاهد فيديوهات مع بعض، نجي نطبق عليها لغاية ما كوننا لنا جروب باسمه سودان كابويرا جروب. عندنا صفحة على الفيسبوك، نرحب بكم، ممكن تشاركونا فيها وبتلقوا عنها معلومات أكثر عن الجروب بتاعنا. الكابويرا أفرو برازيلية بدأت في البرازيل عن طريق العمال اللي كانوا بيسوقون من أفريقيا عشان يعملوا في المزارع. والكابويرا بدأت تنتشر على مستوى العالم بصورة كبيرة جدا وسريعة، ولها عدد من العشاق. وفي السودان نحن أول جروب بدينا ودارين نعمل كوميونيتي كبير جدا، ونرحب بكل الشباب ونشجعهم على الرياضة. الكابويرا عنصر رئيسي في الثقافة والتراث البرازيلي، حتى أنها ساعدت في نشر اللغة البرتغالية في أرجاء العالم. زي ما قلنا، الكابويرا تتكون من عدد من المهارات، من أهمها فن القتال واستخدام الموسيقى في الكابويرا. وعشان تستخدم الموسيقى في الكابويرا لازم تستخدم بعض الآلات، وهي آلات من أصول أفريقية، منها الآلة الرئيسية فيما البيرمباو. دي آلة وترية باستخدام المايسترو اللي بكون في الدائرة بتاعت الهودة، على أنه الريزم كله بيعتمد عليها. من الآلات الثانية في الأتباكي، البانديرو، دي الآلات الرئيسية اللي بتكون مستخدمة في الهودة. هودة كلمة برتغالية تعني الدائرة، بيتم فيها لعب الجيم بتاع الكابويرا جوجو. فبيكونوا 2 بيلعبوا مع بعض، لما نيجي دول يخش بيعمل باي للجيم عشان يلعب يغير الثاني. مشكورين.